تعالوا ناخد الارقام دي تالن، وبالمره نراجع على قواعد النطق اللي خدناها من شويه. انا هاخد الارقام من 0 ل 9 وبعد كده هحاول اكررها زي في العربي كده. مثلا عندنا الرقم 4 وبعدين الرقم 14 اللي هو بتحسهم شبه بعض، 4 14 24 54 400 4000 4 مليون، يعني جذر الرقم واحد بس، باقي بنحط النهايات هي اللي بتختلف. فنفس اللي هنعمله، الارقام من 0 ل 9 وبعد كده بنكررها زي ما احنا عايزين. فزيرو يعني نول، واحد يعني اينز. افكرك ان الاي بيتنطقوا زي الاي فبقول اينز. بعد كده الرقم 2 حاول بقى كده تنطقه قبل ما انا اقوله. عندنا حرف التسيت ده بيتنطق تا كانه تي اس كده، وبعدين الحرف ده بيتنطق زي الفي، وبعدين الحرفين دول الاي اي لسه قايل عليهم من شويه بيتنطقوا اي، يبقى الكلمه على بعضها بتنطق تسفاي تسفاي. طيب رقم 3 برضو اكيد انت خدت بالك ان الاي اي بيتنطق اي، يبقى دي هتتنطق دراي، لكن عكسها الاي اي بتتنطق اي، يبقى دي فير. ولاحظ ان الحرف ده الفاو بيتنطق زي الفه بالعربي او الاف بالانجلش، فبقول فير. رقم 5 فونف، ما فيهوش اي مشاكل. رقم 6 بفكرك ان الحرف ده بيتنطق زي الزد او زين بالعربي، فبنقول زكس. نفس الكلام الحرف ده رقم 7، الحرف ده هيتنطق زي، وبعدين الحرفين دول الاي اي بيتنطقوا اي، يبقى دول زيبن. رقم 8 اخت. رقم 9 التركيبه دي بتتنطق اوي، يبقى دي نوين، اوعى تقول ناين ناين يعني لا. طب بتتكتب ازاي؟ لو حبيت اكتب ناين تحاول بقى تراجع بسرعه كده قواعد ناين، ايه الصوت اللي بيعمل اي؟ ايوه الاي اي، يبقى ناين بتتكتب كده عشان الحرفين دول بيعملوا اي، يبقى دي ناين. ناين دي يعني لا، لكن نوين دي يعني 9. طيب ناخد الارقام دي تاني. لو انت حفظت الارقام من 0 ل 9 بس هتعرف تقول اي رقم بالالماني. يلا ناخدهم بسرعه. 0 نول، 1 اينز، 2 تسفاي، 3 دراي، 4 في، 5 فونف، 6 زكس، 7 زيبن، 8 اخت، 9 نوين. بفكرك تشوف الفيديو بتاع ازاي تحفظ اي حاجه حتى لو انت ذاكرتك ضعيفه، دي هتساعدك تحفظ الارقام دي. تعالوا بقى ناخد الارقام دي نكررها تاني ولكن في خانه العشرات. لما احب اقول بقى مثلا بالعربي كده 14 15 16، ف 14 دي اللي هي 4 بس زودت عليها 10، 15 اللي هي 5 بس زودت عليها 10، يبقى انا عمال ازود 10، 14 15 16 وهكذا. بالالماني بعمل نفس الكلام. الرقم 10 يعني 10، فلما احب اقول مثلا 14 15 وهكذا بزود 10، يعني بقول الرقم زي ما هو وازود 10. الكلام ده من اول ال 13 لغايه ال 19. فعندنا 3 دراي يبقى 13 دراي 10، 4 فير يبقى 14 فير 10، 5 فومف يبقى 15 فومف 10. انا عايزك تسبقني، عايز قبل ما اقول معلومه تكون انت قلتها، او لو انت يعني عايز تفكر على مهلك وقف الفيديو ثواني كده وفكر وقولها وبعدين شغل الفيديو تاني. الرقم 6 يعني عايزك طبعا ايه، يعني اما اقول رقم حاول تجيب تنطق الرقم وبعد كده تقول الرقم العشر بتاعه. 6 زكس يبقى 16، هنا في اختلاف بسيط بس، تبقى زيش سن زيش سن. نفس الكلام 7 زيبن يبقى 17 زيب سن. لاحظ ان انا ما قلتش زيبن سن، انا قلت زيب سن. نفس القاعدة بس ايه، يعني غيرت بس حاجة بسيطة كده في جذر الرقم نفسه، بدل ما قلت زيبن قلت زيب. 8 اخت يبقى 18 اخت سن. 9 نوين يبقى 19 نوين سن. طيب الارقام بقى اللي هي 11 و 12 دول حالات خاصة زي في العربي كده، عندنا ايه 11 ما بنقولش 11 بنقول 11، بيبقى مختلف. بالالماني نفس الكلام 11 يعني 1000 و 12، حاول كده تنطق الكلمة دي قبل ما انا اقولها. ايوه الحرف ده بيتنطق تا كانه تي اس كده، وبعدين الحرف اللي بعده في، يبقى دول 12. طيب بسرعة كده الرقم 15 يعني ايه؟ 5 يعني فونف، يبقى 15 فونف تسن.
بزود سن على اي رقم.